قبل ما تفضجوا الفيديو خوتي ما تنساوش تابوني وفلاشان وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كامل جديد عن قناة ميديا ديزاك. يعرف اللواء سعيد شنقريحة في أوساط الجيش الشعبي الوطني بخبير حرب الدبابات والقوات البرية وأحد مهندسي التكتيكات التي تنتهجها القوات البرية اليوم. حصل على كل الدورات التكوينية لقيادة الجيش الشعبي الوطني في الجزائر وروسيا. قضى أغلب سنوات خدمته في أقاليم الناحيتين العسكريتين الغربية والجنوبية في سيدي بلعباس بشار تندوف ووهران. يعرف أنه قضى سنوات طويلة قائدا ميدانيا متنقلا من مناصب قائد كتيبة، قائد لواء وقائد فرقة وقائد جمهرة، وهو عسكري محترف بامتياز. ولمع نجم اللواء سعيد شنقريحة أثناء عمله ضمن الفرقة الثامنة المدرعة بالغرب الجزائري قائدا للواء مدرع أثناء الفترة العصيبة التي شهدتها الجزائر في التسعينات بسبب بطولاته ونجاحاته، وتقلد بعدها قيادة الفرقة الثامنة المدرعة، ثم نقل قائدا للناحية العسكرية الثالثة ببشار، وساهم في تنظيم القوات البرية والجوية في المنطقة، وحقق نجاحات كبيرة في مكافحة التهريب في الإقليم جنوب الغربي للجزائر، وهو من أبناء مدينة القندرة بولاية بسكرة جنوب شرق الجزائر. شارك في حربي 1967 و1973 على الجبهة المصرية، قدم ما يمكنه تقديمه لأمته العربية الإسلامية، وبقي على ذلك ثابتا إذ أنه رقي إلى رتبة لواء سنة 2003، ولم يحصل على أي رتبة بعدها إلى غاية إنصافه نهاية سنة 2018 أين عين جنرال ماجور، ثم رقي في عام 2018 قائد القوات البرية التي تشكل 70% من قوات الجيش. بقي بعيدا عن العاصمة طيلة تلك السنوات شاغلا منصب قائد الناحية العسكرية الثالثة بشار تندوف جنوب غرب. والآن تبون يقوم بتعيين شنقريحة وزيرا للدفاع خلفا للراحل قايد صالح رحمه الله ليقود الجيش الشعبي الوطني، إن شاء الله يكون خيرا على الجزائر. إخوتي الكرام، شاركونا أراكم في التعليقات حول اللواء سعيد شنقريحة. اللهم احفظ بلادنا من كل سوء. سلام. وفي الأخير ما تنساوش ديروا النجام وتشاركونا رأيكم في التعليقات. سلام.